بخير يا هشام، طمني. ابو مصعب عمل الواجب؟ انا كلمته على النت، الصراحه الراجل احب هي وافتكرني، بس قال ان هو ما عندوش اي تواصل مع جبهه النصره وعرض عليا الزياره. انا هتوكل على الله واروح له. محتاج اشوف الوضع على الارض عشان احدد انا ممكن اعمل ايه. طب واهلك يا هشام؟ اسمع معايا، انا قلت لهم ان انا مسافر تركيا، ولما ارجع بقى اشوف اقول لهم ايه. على بركه الله. ونويت تمشي امتى بمشيئه المولى؟ استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. يا ابني خدت هدوم تقيله، بيقولوا تركيا بلد بارده قوي. يا امي هو رايح صحراء؟ ده رايح تركيا بلد الهدوم كلها، اي حاجه هيعوزها هناك هيلاقيها. يلا يا مولانا الطياره هتفوتك. استنى يا هشام، انا قلبي مش مطوعني، هصحي لك الولاد تسلم عليهم. لا لا لا، لو صحي انا كده مش هلحق الطياره بجد. سلمي لي عليهم. الله اكبر. هنعملها تاني يا قائد ولا ايه؟ ربنا يسترها. انا من ساعه ما عرفت ان انت معانا قلت الليله دي مش هتعدي على خير. خد العشم برضه. يلا يا رجاله هم، يلا يا رجاله، مش عايزين المظلات يسمعونا. بصوا بقى يا رجاله، العمليه اللي طالعينها دي عشان يجيب حق اخواتكم اللي استشهدوا في رفح، اللي اتقتلوا من ناس ما تعرفش ربنا. هنجيب حقهم عشان ام كل واحد فيهم تنام مرتاحه. اي يا بابا، انا حبيبي اتظاهر اني بولد واحمد في الشغل وانا وحمزه لوحدينا في البيت، وانا مش عارفه اتصرف ازاي. قدامنا 5 دقايق يا رجاله. جاهزين؟ جاهزين يا باشا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.